سير واخا سير. تفضل تفضل. اه وي قلت لك خويا الماتش ديال اليوم وي اول حاجه بانت ليا المدرب تالف مسكين. الله والله يديك. والله العظيم بالله المدرب اذا تالف ما صدقات لي حتى حاجه، ما صدقات لي حتى خطه، ما صدقات لي، ما صدقات لي حتى خطه. هو مع البديه بعد من شفت التشكيله كيفاش دخلت والله العظيم ما عرفت المدرب مسكين تالف. والو وعرفتي واحد القضيه لاحظتها غير صفر الحكام هو ينوض بدا دي بلاسي في اللعابه باقي ما تصفر باقي الدقيقه الاولى. والله عمرني ما شفت هذا المنظر هنايا عرفتي مع الدقيقه الاولى نوض بدا تبدل في اللعابه وقف انت هنا وقف انت هنا باش تعرف السيد راه تالف. لا لا تالف 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 هو باغي يدير ان بون ديبار في الرجاء، ولكن مع الاسف دابا بحال هذاك زعما خصو ومالو خصو مساعد. دخلنا لك والله دخلنا لك والله اخويا يوسف قول لي واش دابا المستوى اللي شنا اليوم مع هذا المدرب واش احسن من ديال اللي كان المستوى ديال الشابي؟ الشابي الشابي شوف الشابي راه طلينا في تونس شي واخا غير عام في تونس راه كيخليك انك تحتك بالكره العربيه الكره ديال لان التوانسه بحال المغاربه تقريبا غتحتك بالكره ديال افريقيا وهذه وكذا وكتعرف كي عندك زينوسيو. اما هذا السيد راه شوف شحال من عام هو مع بلجيكا صح راه ما عندوش نهائيا شي احتكاك افريقي، ما كيعرف العقليه الافريقيه، ما كيعرف لو تومبيرامون، ما كيعرف راه شي واحد القضيه راه زعما شي شكل راه كيخصك تشوف ملي كيكون واحد المساعد مغربي معاك بطبيعه الحال انك انا من حقه انا كنعرف انه المغاربه ديالنا الله يهديهم راه كيديروا شي تخلويض ملي كدير مساعد مغربي كيبدا يخلوض وكيبدا يدير يديه مع اللاعبين ويدعيك النقابه ويقلب عليك الباطو كنعرفوا هاد المسائل كتكون. ولكن انت خاصك تختار خاصك ملي تعاقدوا معاك اختار واحد مساعد اللي يكون نزيه يكون مزيان معروف اخلاقي الى اخره. علاش باش غينفعك؟ كينفعك كيعرف القوالب كيعرف التويشيات شي واحد القضيه غير هذاك الحكم ملي غيجي عنده حكم مساعد مغربي يقول لي شتي هذاك الحكم اللي هو لعب لينا وذاك اللي لعب في الفار راه عنده ماضي مع الناجا اتونسيون راه خصنا نحضروا معاهم راه غادي يدقدقونا راه ما غاديش يصفروا لنا كفرات راه غادي يخليوا الاخرين يدخل تدخلات عنيفه باش يحدوا من القوه ديالنا راه كذا راه كيعطيه شي تويشيات اللي هما ما عندوش هو. هذا الشيء باش مزيان المساعد المغربي على الاقل غينفعوا في هذه الجهه عاد غينفعوا في اللاعبين كيفاش يدوز الميساج للاعبين باش انت دابا بوحدك جيب وحدين برانيين تاهما معاك راه كتخربق وهما كيبقاو يخربقوا معاك هذا الشيء اللي كاين. تفضل خويا. خويا يوسف خاص الرئيس خاص السي انيس محفوظ خاصو يريح مع المدرب خاصو يفرض عليه مساعد مغربي هذه ما فيهاش مناقشه. ما كاينش انا نجيب المساعد ديالي ولا 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 هذا ما كايناش. خاص مساعد مغربي يكون ولد الفرقه كيما كان داك الشيء ديال ملي كان سميتو غاريدو شكون اللي كان معاه غاريدو كان معاه ما بقاش عاقل شكون واش كان مع المباركي ولا شكون اللي كان مع غاريدو. خاصهم يفرضوا عليه خويا مساعد. وواحد القضيه اخرى عاوتاني والاجنحه عباد الله فينا هي وفينا هي الاجنحه وراتي ولاش اليوم انايا نقول لك يوسف قسما بالله الا كنت نفضل اليوم سميتو مذكور يلعب ايدي يلعب ايدي مذكور على الاقل هو ذاك اللاعب اللي فيه شويه ديال تيمشي الكاريت ديزو تي بروفوكي سميتو والله الا يلعب ايدي يلعب ايدي بان فيه الضو شي شويه وي لاعب اللي خفيف كما تنقولوا ذاك اكتيف هذاك فيف وي خفيف شحال من كره دخل بها سي فري دار لي سونتراج ولكن مذكور بالنسبه لي اليوم دار ماتش تري بيان صراحة يعني ما بيش وصافي ما بيش باقي كيضيعنا في لي سونتراج كيضيعنا في سونتراج حتى الربعة خايبين الربعة ديال لي سونتراج كانوا خايبين صفري ولكن هجوميا كان مزيان هجوميا اليوم مذكور كان كيزعم اليوم زعم بزاف دخل وعرفتي شحال من كرة دوز ليهم راه دخل بها وسونترا ولكن تتشوف ملي تتسونطر الكرة تتلقى لعاب واحد في اوسكار الدزود واحد معزول بوحدو غريبة يا خويا غريبة والله فهمت الخطة ديال هاد المدرب هذا وحق الله العظيم. دابا اليوم مثلا ما عندكش الحفيظ ياك
سميتو في لاطاك زعما انت دابا المشكله عندك في لاطاك باش يمكن لك دير لا سوبيريوريتي ما بغيتيش تدخل هذاك كوياطي ياك محيدو ما معيتش لي كاع واقيله ياك يدوا على الاقل على الاقل دخل بن حليب غير قديبيه راه بن حليب راه كيبان مع هذا الماض هذا كيبان فيه الضوشي شويه دخل بن حليب باش كيكون ان دوزيام اتاكون مع حداد كدير لا سوبيريوريتي في الكاري راه هذا هو المشكل اللي قص حنا اليوم ما كانتش عندنا الاغلبيه العدديه في المربع كان عندنا والو ولعب واحد قلت لك شي دقيقه 30 لعب واحد سونتر الكره تشوف خمسه اللعابه ديال الحسنيه مع حداد وحده ولعب مع حداد دوزيام في سونتر غيتبرع وغيلعب مزيان حداد انا متاكد نهار يجربوا مع كوياطي انا متاكد غادي نشوفوا فرقه اخرى نشوف هجوم اخر ولكن غير هدي بيه بين ما تسالي هاد الانتقالات شويه جيبوا لنا افاسونتا ديال بصح وديك الساعه عاد نلعبوا كره تاع الصح ولكن اون اتوندون قديب هاد الشيء اللي كاين ماشي دابا حيد كوياطي حيد هذا ايوا عليتي لنا فرقه ونخلي حداد بوحدو ديال خمسه ديال اللعابه ميليو تيرا ما شاء الله دا صاحبي سي دي نيمبورت كو راه مدرب اللي عنده التجربه راه ما كيديرش بحال هاد المسائل هذا غيكون تلف هادوك لي روبير تاع التدريب غيكون تلفهم مع هاد الموديل اللي جلس راه يمكن تلفهم شوف انا نخلص نعطيك واحد الخلاصه على هادشي اللي شفنا اليوم في هذا الماتش اسمي غادي نقول لك تخربيق والله حتى التخربيق قسما بالله هادشي اللي شفنا اليوم في هذا الماتش الخطه وكيفاش دي بلاصه اللعابه كما قلتي سميتو هذا اللي حطوا في لادروات شي يقولوا ليه زريده زريده نحط ناري مصيبه شحال المصيبه كيديروا شحال مصيبه تخربيق والله الا تخربيق قسما بالله ولي اربعه لعابه في الميليو دي كاسور لعابهم شنو بغيتي تماركي ما كاين لا جناح لا والو عرفتي اليوم اليوم شفنا ان بغويو شي داك الوساخ اللي كتبغي تكتب شي رساله وكتشد ورقه وكتقول لا لا الفكره ماشي هي هذه وكتضرب عليها سمعتي الله يلا عندك الصح والله الا تفرجنا في ان بغويو صافي بليز نقول باش ما نبقاوش نضعوا في راسنا هادشي اللي شفنا يعني المدرب راه كيعاود كيسترجع دوك لي روبير ديال التدريب على ظهرنا ولا بغا كيتعلم فينا الحسانه مع راسو السيد قال لك الكابتن كوت ديفوار واش كوت ديفوار هي الكره الافريقيه كوت ديفوار منتخب كيلعبوا على خمسه ولا سته الماتشات ولا اربعه الماتشات باش يتاهل للمونديال هادشي اللي كاين راه تندوي على كره افريقيه راه هي كيتهني بشي فرقه لعبه العصبه ولا لعبه البطوله ديالها على الاقل واحتك بهاد الاجواء وهذا كيتسمى تجربه ديال الكره الافريقيه تفضل خويا شوف خويا باش نسالي خويا يوسف وي خصنا اربعه ديال اللعابه الانتدابات يكونوا قويين في الهجوم صافي هذه هي الخلاصه وترومو الرجاء غادي تعاني لما جابوش اربعه اللعابه في الهجوم وعلى الاقل واحد يكون المهم تعاون شويه الحافظ غادي يعاني ولا حتى غادي نعاني شي واحد غادي شكرا خويا شي الهجوم خاص كله خصو يتعاون الهجوم خصو كله يتعاون الهجوم الثلاثي الهجومي وزيد عليه صانع العاب هادو بربعه هاد لي بوست لي بلوز اورجون في الراج لي بلوز اورجون الى هاد المكتب هذا ما عندوش هاد الهم هذا غير من دابا يعطيونا اتساع الله يرحم الوالدين ولا ما عطاوناش اتساع راه والله ما نتفرقوا عليهم الى حمله متواصله الي ضوا والي غوش وافاسونتا ديال الصح وصانع العاب صانع العاب شوف بيع اللي بغيت شي من عندي انا الحافظ غابيعه ولكن جيب لي صانع العاب اللي كيلعبها يطلع يجيبها من اللي هي ويلعبها يحط التيران كامل جيب لي 10 ديال الصح 10 ديال الصح والله ما نهضر الحفيظي بيعوا من غدا فكنتمنى الناس يفيقوا من القلب هذا وضع هادشي راه كيمرض الجمهور وهادشي راه ما يمكنش يستمر هكا بارك علينا يعني يبشروا بالخير والله داكشي اللي كاين داكشي وكنتمنوا الخير اخويا وتحياتي لك فرصه سعيده اخويا تبارك الله عليك سلام اخويا سلام اخويا سلام الطيب سلام